وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد، بدي رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. انا اسفه كتير لسه صوتي ما رجع مثل ما كان. انا دائما وقت بيلتهب حلقي، بعد ما يلتهب حلقي وطيب منه بيروح صوتي. فبالعادة دائما هيك بشرب زهورات عسل، شغلات سخنة يعني بتساعد انه يرجع صوتي مثل ما كان وحلقي هيك يطرى. بس مثل ما بتعرفوا رمضان وما فيني انه اشرب زهورات هيك طول النهار يعني صايمين. بالعادة دائما وقت سجل صوت يكون هيك صوتي، دائما جنبي كاسة زهورات مع عسل. بس هلأ ما قدراني صايمة يعني، فبدكم تتحملوني. هلا هون عم صور لكم السحور اللي سويته إلي لزوجي. هون عملت هي الجبنه، خلطت كذا جبنه مع بعضها، جبنه اشقوان، جبنه موتزاريلا، وجبنه بيضه عاديه. وبعدين حطيت بيضه كمان، بيضه واحده، حطيت حبه بركه وبقدونس، وصرت هيك خلطهم هيك مع بعض لحتى صاروا بهذا الشكل. بعدين جبت هذا الخبز، هذا الخبز هون بتركيا اسمه يوفكا. هو ما كتير بيكون مستوي يعني نص استوى بيكون. فمثل ما شفتوا حطيت الجبنة بالنص وهيك طويتها على شكل مربع، وبعدين جبت هاي الشواي حطيت عليها الزبدة، وبعدين صرت يعني قلبهم حتى انه الجبنة تسيح والبيض يستوي من قلبها. هلأ هون خلصت، شلتهم وقطعتهم بهذا الشكل مثل ما شايفين. عن جد أكلة كتير طيبة وسهلة وسريعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هلا هون كان شي الساعة 10، فحبيت أعمل للولاد، الولاد ما راحوا على المدرسة معطلين، حبيت أعمل لهم بطاطا حلوة. مثل ما شفتوا قطعت البطاطا، أول شي غسلتها وخليت القشرة فيها وقطعتها هيك، وبعدين بحط لها ملح وزيت وبحطها بهي القلاية الهوائية. مثل ما شفتوا القلاية الهوائية وقت بدك تحطي الفيش تبعها لازم تحطيه من دون وصلة، يعني لأنه هيك كاتبين بالكتالوج تبعه إنه ما لازم يكون فيه وصلة. فاضطريت أقيم الفيش تبع الليد يلي مشغلته وحطيت الفيش فورا بالبريز، يعني ما لازم تحطي وصلة، هي كتير شي مهم لانه بتنتزع القلاية الهوائية. هلا هون اللي زادوا رح احطهم بهذا الكيس اللي بنسحب منه الهواء. ومن يتق
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثل ما شفتوا صورت لكم برا كيف عم ينزل تلج. سبحان الله كان الجو يعني دافي وصار ربيع والورد طلع بالشجر، بس رد رجع برد ونزل تلج عنا. هلا هون حبيت ساوي تحت هي الغسالة، الصراحة من وقت اشتريتها ما ساويت تحتها، يعني الغسالة اتقل من البراد واتقل من الجلاية هيك، لانه هي مو بتنشف، تنشف بشكل سريع، فلازم تكون من تحت ومثبتة منيح، فكانت تقيلة كتير يعني وقت زحتها. هلأ ساويت تحت الغسالة ورجعت لمحلها، وبعدين ساويت الأرض. هلأ هون جبت هدون اللياف، ليفي حطيت ليفة جديدة. هلأ شو بدي ساوي؟ شفت فكرة على النت كيف بدي ساوي هدون الراس تبع الغاز، هدون لونهم أسود كتير بليفهم، بحاول إني نظفهم، بضل فيهم بقع ما بعرف شو هنن، هن مو وسخ بس هيك بقعين. فشفت فكرة انه جيبي كلونيا وحطي شوية كلونيا على الراس تبع الغاز هذا، وبعدين حطي شعري بالقداحة او بالكبريت وخليه لحتى يعني. هلأ شايفين انا حطيت النار عليه، ضل عم تشتغل النار لحتى الحالة بتطفي، بس طفيت ليفيها وشوفي اذا النون بيروح هي البقعة او لا. صراحة انا ساويت واحدة الكبيرة والباقي الثلاثة الصغار ما ساويته، قلت لشوف الفرق. صراحة كانت النتيجة حلوة، يعني الراس الكبير اللي حطيت عليه كلونيا وحطيت له نار احسن من الراس الصغير. شايفين شلون الفرق؟ راحوا دون البقع. فجربوها بس تكونوا كتير منتبهين، لان الكولونيا مع النار يعني كتير بخوف، لما يكون ولاد جنبكم وحطوها بقلب المجلى، بقلب الحوض تبع المجلى احسن لكم، مشان اذا صار اي شيء اشعلوا المي عليها. هلا هون بدي ساوي هاي الغلايه تبع المي، بدي نظفها. عندي هدول الحبيبات ارجيتكم اياهم هديك مرة، هدول الاقراص بيتنظف فيهم تبعات ماكينة القهوة الاسبريسو وهيك، بيروح الترسبات يلي فيها، فعندي اياهم من زمان وساويت فيها المكواي هديك مرة، فقلت لساوي هاي الغلاية تبع المي. بس انتي اذا ما عندك منها فيكي خل تحطي كمان ظريفة يعني وبينظف معك.
وصلوني هدول الفيتامينات، وصيت عليهم من النت. هدول الفيتامينات كتير مهمة للجسم، للمناعة، للشعر، للجلد، اللي زمان ما أخدت الصراحة. فقلت لا لازم أخد، صلي مرتين مرضانة يعني، فقلت لازم إنه أجيب وهيك قوي مناعتي. في علبة فيتامين بي كومبلكس، يعني عائلة البي كلها بهي العلبة، وفي كمان علبة فيتامين سي، وفي علبة كمان مغنيسيوم كمان جبته. هدول يعني اقروا عنهم على النت، كتير يعني مهمين للجسم. حطوا لكم روابطهم تحت بصندوق الوصف اذا حابين تشتروا من النت يعني. هلا هون بدي ساوي الحمام، فعندي هاي العلبة اللي ارجيتكم اياها هذيك مرة، معقم تبع المي والملح، خالصة من عندي. فعبيت لها مي، هي بتيجي معها هاي العلبة، قصدي هاي المعلقة، عبيت لها ملح، عيرتها بهي المعلقة، وبتحطي لها مي وبتحطيها بالكهرباء. ومثل ما قلت لكم بعدين بتستني عليها 6 دقائق، بصير المي بتعقم كل شيء، الجراثيم، ميكروبات، كل شيء أسطح فيه عليه جراثيم بتبخي وبتعقم لك، حتى كمان ريحته بتصير مثل ريحة الكلور. هلا مثل ما شفتوا بعد ما ساويت الحمامات، انا عندي 3 حمامات، فبساويهم كل يوم بهي الطريقه، بعقمهم بهذا الجهاز بحيث انهم وين ما اولادي دقروا مسكوا الاسطح، يعني ايد الباب، المغسله، يكون كله معقم. هلا هون فتح على غرفه القعده، مثل ما شفتوا فوق الطاوله الزينه اللي كنت حاططها، اولادي وقت بيكونوا عم ياكلوا بدقروا فيها فبيوسخوها، فمسحتها ولمعتها وكنست الكنبايات كلياتهم بالمكنسة اللاسلكية، والأرض كمان كنستها ومسحتها. بمسحها أنا بالمي والخل، بعبي هي العلبة بالمي والخل، بحس إنه ما بتطلع ريحة زنخ، وكمان الأرض بتلمع. هلأ هون صار وقت إني بدي أحضر للفطور، بدي أعمل مندي وبدي أعمل سلطة وبدي أعمل هي الصوص اللي بتجي جنب المندي كمان. أول شي هون حأغسل الخضرة وبعدين بلش إني أعمل مندي. Thank you.
هلا هون الخضرة حطيتهم بالمي وحطيت عليهم ملح مشان يتعقموا. بالعادة بحط خل أبيض، بس ما كان عندي خل أبيض الصراحة. وبعدين جبت هاي الطنجرة بدي أسلق فيها الجاج مشان أعمل أخذ المي تبعها وأعمل الرز فيها. فأول شي جبت الطنجرة، هلا هون جبت هذا الدفتر لأكتب النواقص اللي عندي. كان ناقصني خل أبيض وكمان قرنفل، مو قرنفل، قرفة. حطيت هلا قرفة، كانوا آخر تنتين يعني، فكتبتهم على الدفتر مشان ما انسى. هلا جبت هاي الطنجرة حطيت فيها زبدة وحطيت فيها مطيبات، حطيت فيها لومي، ورق غار، رنفول، قرفة، وشو كمان، وهيل. حركتهم هيك، قليتهم، بعدين حطيت الدبابيس هدلوني رح اشوحهم على كل الاطراف. وبعدين بدي احط المي السخنة عليهم تقريبا نص ساعة وبطفي، يعني ما بدي الدجاج يستوي لانه بدي احطه بالفرن، انا بس بدي اخذ المي تبعه، عرفتوا؟ هلا هون المي غليت، هلا بحط المي فوق الدبابيس بعد ما شوحناها وبتركهم. هلا هون عاملين كمان الزفرة، ما كتير بيطلع زفرة على الوش لانه شوحناهم بالاول، فما بيطلع هذا الرغوة اللي على الوش. هلا هون عم بغسل الخضرة منشان اقطعها وساوي سلطة والصوص تبع المندي. هلا هون انا سويت الصوص اللي بيجي جنب المندي، حطيت بندوره، فليفله حمراء، بقدونس، ملح، بابريكا، زيت زيتون، وخل، خلطتهم كلهم بالخلاط. وبعدين سكبتهم بهي وحطيتهم بالبراد مشان وقت الفطور يكون جاهزين. هلا هون الدبابيس صار عندي جاهز، شلتهم حطيتهم بهي الصينيه مشان بدي احطهم بالفرن. رح اعمل الصوص اللي بدي ادهن فيه الدبابيس. جبت نص ليمونة، صرت هيك افركها افركها منيح لحتى يطلع الليمون منها والزيت تبع القشرة تبع الليمونة يعني. وبعدين بحط بابريكا فوقها، زنجبيل، بحط هيل مطحون، بحط دبس البندورة، ملح، زيت زيتون، وبحركهم كلهم مع بعض. وبعدين بدهن الجاج وبحطه بالفرن. هلا هون عملت السلطة، حطيت خيار، بقدونس، خس، وكنت بدي احط بندورة بس طلع ما في عندي بندورة خلصوا، فاضطريت احط جزر مشان اكسر اللون الاخضر. حطيتهم على جنب قبل الاذان، حطوا لهم زيت وليمون، بكون خالص السلطة عندي. هلا هون عم بعمل الرز، جبت هي الطنجرة، حطيت زيت، حطيت لومي، وحطيت ورق غار ورنفول وحب الهيل، وكمان قليتهم. بعدين حطيت الرز، الرز غسلته من قبل بوقت ومصفي المي عنه،
بعدين حطيتهم فوق الزيت والمطيبات، حركتهم وقليت الرزات معهم. بعدين بحط المي تبع الجاج فوقهم، كل كاسة مي قصدي كل كاسة رز بدها كاسة مي، فأنا هون حطيت 3 كاسات مي من مرق الدجاج، وبتحركيهم لحتى تنشف المي شوي عنهم، وتوطي الغاز على الآخر وتغطيه لحتى يستوي. هلا هون عم حط الفحم على النار مشان يشعل، مشان نحطه على الرز. هلا هون بدي اجيب الملونات، ملونات المنتي من اي محل عربي قولي له بدي ملونات المنتي بيعطيكي، في اللون الاحمر اللون الاصفر. حطوا شوية مي بالفنجان، وبحط براس المعلقة من هدول الملونات وبدوبهم بالمي. بعدين بس يستوي الرز بحط الملونات عليهم مثل ما شايفين. هلا هون بعد ما الرز استوى حركته كله مع بعض مشان يختلطوا الالوان مع بعض، حطيت بعدين ورق الالمينو وعملته على شكل زبديه، وحطيته بنص الطنجره، حطيت الفحمات، وبعدين كتيت زيت فوق الفحم مشان تدخن، مشان تعطي الرز طعمه كتير طيبه كانه عامل الرز على الفحم. هلا هون الدجاج عندي استوى تقريبا، تركته نص ساعة بالفرن على درجة 180. هون عندي الصحون هدوني لأهل زوجي، جابولي أول رمضان جابولي فيهم أكل فسكبت لهم، زوجي أخدهم وصل لهم إياهم يعني. هلا هون بقى يعني الأذان ليأذن شوي، سكبت إنه وعامل السلطة ولحام بلش أكل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. هلا هون بس خلصنا فطور، رحنا على الجامع، صلينا التراويح، وبعدين فتنا على هذا المطعم، طلبنا من عنده رز بحليب التركية اسمه سوتلاش بالتركي يعني اذا بدكم تطلبوا. وبس هذا هو الفيديو تبعي اليوم، بتمنى يكون عجبكم، اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.